مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الديوان، حيث سنستكشف سويا عالم الحرف التقليدية الفنية والشعر والموسيقى في موطنها الأصلي سوريا. سنتعرف بوصفاتنا على الأماكن الجميلة التي تحكي قصة الثقافة والتاريخ العريق لهذا البلد الساحر، بالإضافة إلى الحديث عن أهم مقتنيات المتحف الوطني الذي يحتضن الفنون والتراث. هيثم طباخة داعيكم، شامي من حي الأنوات، حارتنا بترحب فيكم من الزقرتية ومن بكوات. أهلا وسهلا بحبايبنا، أهل وجيران وأصحاب، نورتونا بمضافتنا من وقت دقيتوا الباب. الأنتيكة حتلاقوا عنا توارثناها من الأجداد، يلي شوفها رح يتمنى ترجع أيامها تنعاد. كل شي بيتعلق بالماضي بمتحفنا معلق ومصمود، ويلي عايش وباله فاضي رح يطرب على نغم العود. السهرات الحلوة تجمعنا وغايتنا فيها ننسر، ما تكمل والله فرحتنا إلا معكم إذا بتمر. والله بنحكي عن الراديو وبنحكي عن الكهرباء عن الكوران قديما بالستينات بالخمسينات، إيه كان ما في كهرباء، نعود على الشمعة. أحلى أيام كانت لما أجا الكوران ب 1909، حطوا نصب التذكاري بساحة المرجي. بعدين اجت الكهرباء على جامع الأموي. بجامع الأموي في على مأذنة العروسة فانوس لونه أحمر، يشد الخيط من تحت يصير فانوس لونه أحمر يعطي إشارة لمدينة دمشق. هي قبل الكوران قبل الكهرباء. بعدين اجت الكهرباء، سبحان الله اجت الراديويات. لما نشعل الراديو نحط ايدنا على الراديو نشعل هيك تعمل طقة هيك، نستنى لحتى تحمل لمبات الكهرباء تبع الراديو. اول ما تطلع يفتح الراديو تطلع الموسيقى درن دن 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 درن. هذا امير البزو محمد عبد الكريم، هاي الموسيقى تبعه. بعد منها القراء النوادر مثل عبد الباسط مثل الطبلاوي مثل يعني القراء اللي تبعات مصر، هاي بالستينات. بعد منها تطلع فيروز وانت عم تشرب فنجان القهوة على هالبحرة وحاطت فيروز على بكرة الساعة 6 الصبح 7 الصبح وقاعد مروي. هذا الراديو قياسات منه مشكلة، يعني هاي ايام كانت الراديوات كثير حلوة كانت. هلا بثبت هالجوال هذا ما عاد حدا استعمل شيء، لا الراديو ولا المسجدة ولا البيك اب ولا الحاسبة. اختلفت الدنيا الحمد لله. نحن في موضوع عاد ديمومة العمل في الحرف التقليدية. قبل ما نقول في ديمومة العمل في الحرف التقليدية، بنقول ماذا يقدم الاتحاد العام من محفزات للانتساب إلى التنظيم الحرفي، لأن التنظيم الحرفي هو الضامن، هو الأسرة الكبيرة، هو المظلة التي ينضوي تحت لواءها كافة الحرفيين بكافة الاختصاصات مهما كانت اختصاصاتهم. فلذلك الاتحاد العام يعني أعطى بعض المحفزات، ومن ضمنها وهو اسمه صندوق المساعدة الاجتماعية. صندوق المساعدة الاجتماعية يقدم بعض الخدمات التي يعني تدرج تحت الخدمات الطبية وخدمات صندوق المساعدة الاجتماعية. من ضمن الخدمات الطبية التي يقدمها أدوية، تحاليل طبية، أجور أثمان أدوية، تحاليل طبية، صور شعاعية، أيضا عمليات جراحية، هناك تأمين للوفاة، أيضا هناك محفزات أخرى
في العمل، يعني إذا تعرضت المنشأة لمخاطر طبيعية أو حريق لا سمح الله، وكذلك إذا يساهم أيضا صندوق المساعدة الاجتماعية بتقديم بعض الخدمات وبعض المساهمة. طبعا المساهمة هنا هي رمزية نسبة إلى الالتزام الحرفي، الحرفي المبالغ الالتزام المفروضة عليه مبالغ بسيطة جدا، لكن مجموع الخدمات التي يمكن أن يستفيد منها خلال عام هي أكبر بكثير، يعني ما يقارب 20 أو 30 ضعف المبلغ الذي يساهم فيه بشكل سنوي. طبعا هذا كله ينضوي تحت مسمى يعني محفزات للانتساب إلى التنظيم الحرفي، لكن الأساس هو الانتساب إلى التنظيم الحرفي وانتساب عقائدي، انتساب إلى البيت الأم، انتساب إلى الأسرة الكبيرة التي ترعى هذه الحرف التقليدية. إذا حديثنا كان موجه أو مخصص أكثره إلى الحرف التقليدية. الحرفي مأمون حلا، مهنتي خراطة خشب تراثية قديمة قبل طلوع الكهرباء. نحن لا زال احنا بنشارك فيها هي بكل المعارض مشان نورجي العالم اللي خارج البلد وداخل البلد، نورجيه نحن انه تراثنا لساته موجود احنا عندنا هون بسوريا، والحمد لله لحد الان احنا عم نحافظ عليها. هي تقريبا هالمهنة هي بدك تقولي تقريبا من 55 سنة تقريبا انه وقفت بشكل عام، وهلا بسوريا مو صفيان غيري، بكل سوريا اللي انا محافظ عليها لهذا التراث وعم اشتغل فيها. هلا هالمخرطه هي بدائيه، يعني شايفه شغله بسيطه تدويرتها على 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 الحبله وهذا القوس، بنستعمل ايدينا ورجلينا ونحن عم نشتغل فيها. هلا صار في تطورات جديده، هلا صار في مكانات نصف آلي طبعا بيشتغل بايديه، بعدين صار تطورات اكثر، صاروا طلعوا النسخات، صاروا بيحطوا القطعه تمشي الناسخة بتلاقي بتطلع على القطعة مثل ما هي. بس نحن دائما بنحكي انه هي الحرفة الانسان اللي بيشتغل فيها بيبدع فيها، اللي بيشتغل بايديه مو بيشتغل بالمكنات، بورجي انه مثلا هي التطورات حلوة بس بيتم دائما فيها روح، اللي بيشتغل فيها بايده فيها روح. ونحن دائما هي بكل المعارض بنشارك فيها مشان دائما تجي هالاجيال هي الشباب الصغيرة يجوا يشوفوا تراثنا، انه ما بيعرفوا ما بيشوفوا الا وقت طريق المعارض، ولحتى اللي جاي من خارج البلد كمان بيجي بيتفرج عليها بيشوف تراثنا، لانه نحن كمان وقت عم يطلع الاعلان وانتم مشكورين الاعلان انه دائما انتم بتوصلوا صوتنا وين ما كان، وقت بيشوفونا بيجوا من كل البلدان بيجوا لعنا بدهم يشوفوا تراثنا. فنحن لازم نحن نكون موجودين معارض لنورجي تراثنا، تراث سوري الاصيل، والحمد لله لحد الان نحن محافظين عليها، وان شاء الله نحن هي الحرف التراثية اللي احنا بنعتبرها علم لسوريا بنتباهى فيها. شكرا لكم. عم اي قطعة فيك تشتغل عليها؟ يعني شو حجم القطعة؟ في إلى شروط للعمل عليها ولا لا؟ ما في إلى شروط. هلا هي اي قطعة، بس انا هي مساوية صغيرة للمعارض قد ما بدي بكبرها، ويعني هاي هذا سكة بتروح وبتجي مثل ما بدي انا بي. وهذا عندي هلا هون التحف الخشبيات، انا كل شيء بطالعه من التراث، يعني هلا مثلا في كثير شغلات انا بطالعها كلها من التراث، الجرن الكبة، المعالق الخشب، البراميل اللي كانوا يحطوا فيهم خل أو كانوا يحطوا فيهم نبيت، أو مثلاً المهابيج القديمة، في شغلات كتير، العواد الكذا، كل الشغلات التراثية القديمة نحن هلا عم نطالعها. ليش نحن منطالعها هي الشغلات هي؟ نحن منطالعها مشان لما بيجي الزائر لهون بياخذ له قطعة وبأنه هذا تراثنا، يعني هلا مثلا نقول جرن الكبة مو معقول واحد مثلا يحمله ويحطه ببيته حجر، هلا نحن عم نساوي له بشكل مصغر على شغل خشب نفس منه بالضبط، بس بياخذوا بيحطوا انه هذا تراثنا هيك. أنا مديحة النعمي حرفية نول،
نحن بلادنا معروفة أنه بلاد المواد الطبيعية الجيدة، فالنول هو ما من أساس نحن هون، بس لكن وقت اللي إجا وصل على بلادنا أبدع فيه السوريين وصاروا يطلعوا بكتير زخارف بكتير شغل حلو. أول شيء أنت بحاجة للنول، تاني شغلي بحاجة للخيوط. الخيوط عندك أنت من الخيط القطن لخيط الصوف لخيط الحرير لخيوط الشراطيط، يعني هاي من قطعها من البقايا تياب، هاي كمان بتشتغل فيها. كل شيء فيه يعني بيخطر ببالي خيوط ممكن يطلع النول. بالنسبة أول شيء للنول كانوا يطلعوا منتوج لبساط، كانوا يعني هذا إذا أنت مثلا عندك تياب قديمة تاخديهم للنوالة بيقصقصون بيعملوا خيط الشراطيط بساط الشراطيط. هلأ بالنسبة لي أنا بحكي عن النول، هذا النول الأم، يعني نحن شوفي ما في شيء ثابت أنه أنا باخده وين من كان، هيك بديت رجعت لأنه لهاي المرحلة، لأنه نحن عنا بظروف الحرب صارت العيلة تقعد كلها بغرفة واحدة، فشلون هذا النول القديم كان بده غرفة واحدة لحالة، صار إجباري بدي أفكر أنا ما أوقف بالشغل، صار أخذت أداة الشغل فمديت السدة هوني هيك، وأنه نحن بده لازم يشارك بالمعارض حتى ما ينقرض، أهميته كتير أهمية، له أهمية. نحن أولادنا عم مسكوا الموبايلات، طبعا أنا ما بدي أدخل بهاي المتاهة، بس نحن وقت الولد بيمسك نول إن كان طفل بنت ولا ولد ولا ست البيت بإيدها هاي القطعة عم تشتغل فيها، بيروح ستريس اللي بالبيت، بيعلم الولد الشغل، شيء كتير حلو. أهميته أنه نحن هذا تراثنا، هاي حقيقتنا، هاي حياتنا الطبيعية أنه نحن نشتغل بإيدنا، فلازم ضروري كتير نحافظ على هذا الموروث اللي ورثناه من جداتنا وأجدادنا حتى يبقى لنا هوية. نحن هلأ مرحلة خطرة مشان تضييع الأولاد، وما عاد نعرف أنتم مين وشو بتشتغلوا، في سوق بحارب الأولاد ما بس بحارب أدواتنا جميلة جدا، وبتمنى نحن نحافظ عليها. النول آلي إبداعية، بتمنى من كل عائلة تحط عندها بيت، بكل بيت يكون في نول لأولادها، بعرفهم على إنه هاي اسمها آلة النول، هاي اسمها آلة النول، بخليهم يحسوا الآلة، خليهم يحسوا آلة النول بخيوطها. وطبعا نحن بالمعارض كتير بتصير معنا تجمعات، الأولاد بيجوا بيقربوا وأنا عندي نول خصيصا للأطفال، بس نتحسسوا الخيط، بس نتحسسوا الخشب، بيندمجوا بسرعة وبيشتغلوا وما في أي مشكلة. بالنسبة لأدوات الخطاط اللي عم يشتغل على قاعدة عنده أدوات خاصة، هي القصبة، الريشة، القلم، الأحبار الخاصة فيه، المواد اللي عم يشتغل عليها هي الكرتون، الكانسون أو فيبريانو، يعني عنده مواد خاصة عم يشتغل عليها. أما الخطاط الفنان عم يشتغل على سطح لوحة، أدواته تختلف من ناحية التكنيك، ممكن أوقات يعملوا كليشة، يعني معظم في فنانين بيعملوا كليشة للخط العربي، وبحاول هاي الكليشة يضيفها وين ما بحب يوظف الخط فيها. لذلك دائما في فرق بين الخطاط الفنان والخطاط المتمرس المتمكن من أسلوبه الخطي. وبالنسبة لإضافة اللون ضمن العمل الفني أو ضمن اللوحة الخطية، هاي الصفة بتعود لزائقة الفنان أو زائقة الخطاط، يعني هو بيختار الشيء المناسب له ضمن العمل وبيوصفه بطريقة المناسبة. أوقات بتلاقي لوحات لا تحتاج إلى لون، يعني بتلاقي ممكن أنا أجيب قطعة كرتون وتكون لونها مثلا رمادي ترابي اسود، وظف الخط المناسب لها اذا كان ابيض ولا حسب درجه اللون ضمن العمل. وممكن في اشخاص بتحط الوان وبترجع بتضيف، يعني هي صفه التكوين، هذا بيعود للفنان حسب الذائقه البصريه تبعه وحسب الموضوع اللي عم يطرحه بشكل عام.
حاليا في جزء النحت في الفترة الرومانية، هذا الجزء الذي يضم مجموعة كبيرة من المنحوتات المتنوعة ما بين منحوتات رخامية، منحوتات بازلتية، منحوتات من الحجر الكنسي. حاليا نحن جانب تابوت الرستان، هذا التابوت الذي اكتشف بالرستان عام 1977. هذا التابوت يعود للقرن الثالث الميلادي. طبعا هو نجد عليه منحوتات نافرة تمثل الأسطورة الطروادية أو الملحمة الطروادية، ملحمة الطروادة. نجد نحن في الأعلى تمثال لرجل متكئ، هذا الرجل هو ملك أو أمير شمسيغرام التي حكمت رستم في تلك الفترة. في الجزء السفلي من التابوت نجد عبارة عن مشاهد برية وبحرية للمعركة التي دارت في طروادة. طبعا التابوت كما ذكرنا هو منحوت من الرخام. هذا الرخام ربما أنه يكون مستورد من بلاد اليونان. طبعا غير معروف إذا كان الفنان الذي نحته هو سوري أو يوناني، ولكن بحكم أنه في تلك الفترة كانت العلاقات التجارية، بحكم أيضا موقع سوريا الجغرافي، فحكم العلاقات التجارية كانت جيدة ما بين سوريا وبلاد اليونان، فربما أن يكون أن هذا التابوت مستورد من تلك المنطقة. تقلت الموسيقى عبر الأجيال حتى وصلت لنا بهذا الوقت، كان في دور كتير كبير. أول شيء إنه في بجوز كان حضارات كتير موجودة ولكن ما وصلت هاي الحضارات لأنه ما قدرت تترك أثر هاي الحضارات. وهي الحضارات مثل مثلاً الفراعنة هن وصلتنا الموسيقى تبعهم لأنه تركت أثر. وين تركوا الأثر؟ جوات الأهرامات، كان منحوتة كلياتها موجودة، وصلت هذا الأثر لأنه تركوا جوات الأهرامات الأغاني والكلمات مع الألحان والطقوس اللي كانت فيها تصير الموسيقى. مشان هيك انتقلت هاي كليات الطقوس وشفناها لأنه كانت موجودة. حتى هن رسموا الآلات الموسيقية، رسموا الفرق الموسيقية اللي كانت تعزف الآلات، كيف كانوا يتوضعوا، كيف كان في مايسترو عندهم طبعا. وهذا الشيء بينطبق كمان على بلاد الشام، كيف رأوا موسيقى برأس شمرة. لو بالموسيقى برأس شمرة كان فيها الحجر، هالحجر اللي هاد من 4500 سنة قبل الميلاد، عم يحكي عن طقوس الموسيقية الموجودة بهالمنطقة، موجودة النوتة الموسيقية، موجود الكلمات الموسيقية اللي عليها، وكمان اللحن مكتوب على هذا الصخر. طبعا اجت بعثة أخذت هذا الحجر وترجمت الحجر هذا وترجموا الموسيقى والكلمات الموجودة، لو أنه لقاء بين الإنسان والآلهة. واللقاء هذا بين الإنسان والآلهة كان من عبر خلال الموسيقى، مو بس طقس الموسيقي كان موجود فيها، لأنه كان فيه دائما طقس موسيقي موجود حتى يقدر يعبر الإنسان عن حبه إلى الله وعن حبه للخالق. مشان هيك أنه توثقت هاي المعلومات لأنه كان في أثر. بعد منا انتقلوا لشيء صار يكتبوه على جلود الحيوانات، على جلود الحيوانات وعلى خلال الحبر اللي موجود هو من دماء الحيوانات الميتة، كانوا يعالجوا لهذا الدماء ويحطوا يكتبوا عليها. بعدين بلش العصر الجميل هو صناعة الورق، هذا من خلال صناعة الورق على الأشجار وقدروا يعملوا صناعة الورق، صار في تطور كتير رهيب للموسيقى، صارت تنتقل. هلا نحن بالعصر الذهبي، وقت انت تفوت على الشبكة العنكبوتية، شبكة الانترنت، تطلب اي نوتة بدك اياها على الموبايل، فيك تلاقي هاي النوتة وفورا تعزفها لهي النوتة وتشتغل عليها. مشان هيك كانت الموسيقى كتير صعبة، وتنقل النوتات الموسيقية والتأليف الموسيقية كان شغلة كتير صعبة بالنسبة للناس وللمجتمعات. مشان هيك كان دائما التطور تبع الموسيقى كان بطيء، بينما هلأ صار سريع كتير، لأنه أي شيء بدك إياه تحصل عليه بسرعة كتير. كانت الموسيقى من زمان كان المطرب والمغني يقعد في الأمام وكان يسمع المؤلفات الموسيقية مع اللي تعزفها التخت الشرقي، ولا كان يعزفها بشكل عام. ليش؟ لأنه كان كل الأغاني الموجودة كانت تسمى طقطوقة،
والطقطقة هاي ما كان أغاني كلها هاي ما كان في لها مقدمات موسيقية، مشان هيك كان في أشياء تانية تنعزف قبل بداية الحفل. هالمؤلفات هي هاي من بيناتهم هحكي عن ثلاث مؤلفات، أول واحد من اسمه الدولاب، المؤلف الثاني اسمه اللونغا، المؤلف الثالث اسمه السماعي. وصلنا إلى نهاية حلقتنا مع برنامج الديوان، حيث تجولنا سويا بين الحرف التقليدية والشعر الوجداني والموسيقى الراقية والأماكن الجميلة في سوريا. نتمنى أن تكون الرحلة كانت ممتعة ومفيدة لكم، ونتطلع إلى لقائكم في حلقة قادمة.